قصة أصحاب الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لله عز وجل تجليات في خلقه تعجز البشر أمام ما عهدوه في محياهم، يؤيد بها أهل الإيمان والحق على أهل الكفر والباطل، كما كان من شأن أبطال قصتنا التي خلدها الله عز وجل في كتابه وجعلها للناس آية وعبرة. عاش فتياننا في مجتمع مشرك لا يؤمن بالله تعالى، الحاكم والرعية وثنيون، المجتمع يسوده الظلم والكذب والافتراء، كيف لا وهم لا يؤمنون بعقيدة الحق التي تهذب أخلاقهم وتنظم معاشهم في الأرض. كان أحد الشباب راجح العقل لم يطمئن لحال قومه وما هم عليه من الشرك والضلال، كيف يعبدون هذه الأصنام الصماء التي لا تعقل ولا تنفع؟ هل يمكن لإنسان له عقل وإدراك أن يهبط في مستوى إنسانيته ليكون تبعا لصنم من صنع يديه؟ أرقه حال قومه فعرض أفكاره على من يثق في فهمه وأمانته من أصحابه فوافقه، ثم اهتدى إليهما آخرون حتى أصبحوا جماعة هداهم تفكيرهم وفطرتهم السليمة وتدبرهم في الكون من حولهم، إلى أن للكون ربا وأن قومهم كافرون به، فآمنوا بالله إلها واحدا لا شريك له، وأنكروا ما كان يعبد قومهم من دون الله. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هكذا آمن الفتية بالله ربهم، فمكن الإيمان في قلوبهم وأيدهم سبحانه بمزيد من الهداية. لكن ما خافوه وقع، فما لبث أن تسرب خبرهم وعرف الناس حالهم، حتى وصل أمرهم إلى الحاكم الظالم فاستشاط غضبا وهدد وتوعد. أصبح حال الفتية في خطر وصاروا في ترقب وخوف، إنهم معرضون للملاحقة في أي لحظة، ولو لحق بهم بطش هذا الظالم فإنه سيجبرهم على العودة عن إيمانهم والدخول مجددا في ملته، أو سيعاقبهم عقابا شديدا فيقتلهم رجما. و
ولم يكن الفتية بعد أن هداهم الله تعالى إلى الإيمان وثبته في قلوبهم براجعين عن دينهم، أما قومهم فلا يملكون دليلا واحدا يثبت أن هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله ويتقربون إليها تستحق العبادة. فأخذوا يفكرون في حل يجنبهم هذه الغوغاء التي تسود مجتمعهم ويحفظ عليهم أمر دينهم، فكان قرارهم هو اعتزال قومهم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هاجر الشبان الأهل والأحباب والديار، خرجوا متوكلين على الله سبحانه تقودهم أقداره إلى حيث يشاء، يسألونه الرحمة والعون. كانوا 7 شبان ومعهم كلب، ساروا حتى استقر بهم الأمر في كهف في أحد الجبال. هناك توقفوا، وجدوا أن المكان مناسب وصالح لأن يكون مأوى مؤقتا لهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. لم يكونوا يعلمون ماذا يخبئ لهم القدر، وما الخطوة التالية التي يمكن أن يقوموا بها بعد أن وصلوا لهذا الملاذ، في حين أن هناك من يتربص بهم ويطلبهم، لكنهم لم ينسوا أنهم في معية خالقهم، وأنه عز وجل لن ينساهم ولن يتركهم في كربهم، وقد أخلصوا الإيمان به وتوكلوا عليه. وفي هذا الجو العصيب لم يجدوا ملجأ من قدر الله إلا إليه. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. دخل الفتيان الكهف وأكفهم ترتفع إلى الله تعالى، يدعونه سبحانه أن يؤتيهم من رحمته ويهيئ لهم الرشد من أمرهم، واستجاب الله عز وجل له فأدخلهم كهف الرحمة التي نشرها عليهم، وسخر لهم الآيات الكونية وجنودا لا يعلمها إلا هو، فكانت حياتهم في الكهف كلها رفق ويسر وسهولة. حط الشبان أقدامهم داخل الكهف، بسطوا أمتعتهم، ثم اضطجعوا ليذهبوا عنهم عناء المسير، بينما كان كلبهم يحرسهم باسطا ذراعيه على عتبة الباب في ترقب. داعبت إغفاءة خفيفة أجفانهم التعبة، ثم ما لبثت أن أخذتهم في نوم عميق لم تكن كأي نسمة. وسرعان ما انسحبت على كلبهم أيضا، فأخذه النوم وهو على جلسته تلك. فضربنا على آذانهم في الكهف 7 سنين.
نام الشبان وكلبهم يومهم وليلتهم. مر يوم، اثنان، ثلاثة، سنة، سنتان، سنوات، وهم نائمون. أشعة الشمس الساطعة كانت رفيقة بهم، فلم تؤذهم في رقدتهم تلك. إن لها مهمة عظيمة تقوم بها، وهي تطلع كل صباح وتغرب كل مساء. كان عليها أن تتجنب في الحالتين أن تنشر شعاعها في الكهف الذي لو دخلت إليه لغمرته وهم نائمون وسطه. سخرها الله آية لهم، فصارت إذا طلعت تميل عن كهفهم جهة اليمين، وإذا غربت تميل جهة الشمال. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كل يوم كانت الشمس تفعل ذلك، كل يوم لمئات السنين التي قدر الله لهم أن يناموها نومة واحدة لا يستيقظون فيها أبدا. كان الشبان في رقادهم في حفظ الله ورعايته، حفظهم من الدواب والبشر ومن كل عوامل الطبيعة التي يمكن أن تؤذيهم أو تتلف أجسامهم. فكانت الأرض حانية عليهم أيضا، احتضنتهم برفق وضمتهم بحنان، لكن التصاقهم بها وهم في نومتهم الطويلة تلك كان يمكن أن يفسد أجسامهم، وهم رقود غائبون عن هذه الدنيا بوعيهم وإدراكهم، نائمون نومة الأموات وهم أحياء. لولا أن الله تعالى بقدرته كان يجعل أجسامهم تتقلب مرة على جنبهم اليمين ومرة على جنبهم الشمال، لتتعرض أجسامهم كلها للهواء فبقيت سليمة صحيحة. وحتى يحفظهم سبحانه من أذى البشر والسباع، بقي كلبهم على الباب نائما على هيئته الأولى، باسطا ذراعيه بالوصيد، ما يجعل المار من الكهف يظن أنهم في غفوة خفيفة فلا يجرؤ على الدخول. ولو فعل أحدهم ودخل فإنه سرعان ما سيفر هاربا. يظنهم الرائي لو رآهم أنهم أيقاظ ينظرون إليه نظرتهم المفزعة تلك، فيفر منهم وقد تملكه الرعب من هول أشكالهم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
ويتبدل الزمان غير الزمان، فيموت الحاكم الظالم الذي فروا من بطشه، ويموت الناس جميعا هناك، وتأتي أجيال أحفاد للأجيال التي عاصروها، ويشاء الله لهم أن يستيقظوا من رقدتهم تلك كما شاء لهم أن يناموا 309 كاملة. استيقظ الفتية وهم على حالهم التي ناموا عليها، لم يتغير فيهم شيء، وكذلك كان حال كلبهم. أحس الشبان بثقل وكأنهم ناموا لساعات طويلة، شعروا أنهم أخذوا كفايتهم من النوم بعد جهد وتعب، وراحوا يتساءلون بينهم عن المدة التي لبثوها في نومهم. سأل أحدهم رفاقه: كم لبثتم نائمين؟ فأجابوه: لبثنا يوما أو بعض يوم، ذلك أن الشمس لم تكن قد غربت بعد. ولم يتمكنوا في ظل تساؤلاتهم تلك من تحديد المدة التي ناموا فيها، فسلموا لله أمرهم فهو أعلم بحالهم. شاء سبحانه أن يبعثهم من نومهم بعد هذه المدة الطويلة من السنين التي رقدوا فيها، ومن دون أن يهتدوا لإجابة عن عددها، عادوا إلى حياتهم كما يعود المستيقظ من نومه. فشعروا بالجوع قد استبد بهم، وكان لا بد لهم من طعام. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. في ظل عزلتهم هذه وحاجتهم للغذاء، اتفقوا على إرسالهم أحدهم إلى المدينة ووكلوه بشراء الطعام لهم، على أن يتحرى منه الحلال الطيب، كما أوصوه بالتلطف مع التاجر وألا يظهر على نفسه علائم الحذر حتى لا يشعر أحد بارتباكه فيفتضح أمره. كل ذلك وكان في ظنهم أن الزمان لا يزال هو الزمان، والناس هم الناس، والمتاجر هي المتاجر. غادر الفتى الكهف على حذر، حتى إذا وصل إلى المدينة هاله ما رأى من تغير حالها. كم يا ترى مر من أيام ناموا فيها حتى صارت المدينة على هذه الحال؟ ترك الفتى التفكير في هذا الذي لا يعرف جوابه ولا يستطيع أن يسأل عنه أحدا من أهل المدينة حتى لا يكتشف أمره، وذهب فابتاع الطعام الذي أوصوه به أصحابه،
ولما أراد أن يعطي التاجر ماله قدم له ما بيده من نقود فضية. قلب التاجر المال بين يديه في عجب. مال مسقوك منذ أكثر من 300 سنة؟ انتاب الرجل الشك، وشعر الفتى بالارتباك، وخشي أن ينال منه ومن صحبه. وما زال الأمر في نقاش حتى ظهر للفتى أنه يعيش في زمان غير الزمان الذي كان فيه قبل نومه، وأن الملك الظالم قد أهلكه الله، وأن حاكماً مؤمناً هو من يحكم الناس الآن. دهش الفتى مما سمع، وأدرك أن آيات الله تجلت في قصته هو وأصحابه، وكذلك كان حال المؤمنين من حوله. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. شاع خبر الفتية المؤمنين الذين ناموا لثلاثة قرون من الزمن، ورجع الفتى إلى أصحابه في الكهف فتبعه الناس. أخبر أصحابه بما حصل، ولما وصل الناس إلى الكهف فوجئوا بأن الشباب السبعة وكلبهم كانوا أمواتا. لقد ماتوا موتا طبيعيا هذه المرة، وكانت تلك آية بينت قدرته جل جلاله على الإحياء والإماتة، وأن وعده بالبعث والقيامة حق. وسبح المؤمنون بحمد ربهم مقرين بقدرته وعظمته على الخلق. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اختلف الناس فيهم وتنازعوا الأمر بينهم. اقترح البعض أن يبنوا عليهم بنيانا يحجبهم ثم يدعوهم وشأنهم، ثم حسموا أمرهم أن يبنوا عليهم مسجدا، وهكذا كان. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. مات أصحاب الكهف موتتهم الأخيرة التي سيبعثون بعدها يوم القيامة كما سيبعث الخلق، لكن قصتهم بقيت على مر الزمان تذكرة للناس، ويقف أمامها المؤمنون يأخذون الدروس والعبر في الإيمان والإخلاص والثبات على العقيدة الحقة والهجرة بدين الله.